اذا الان هلا رح نيجي رح امحي الاسود الاصلي الان. هلا احنا وصلنا 90 كان ضايل لنا 30 قبل الزيرو كروسنج و30 بعد الزيرو كروسنج، هاي المرحله الحرجه. هلا اذا بزيد فوق ال 30 بزيد من ال 90 ل 120 الفا بتصير 120. رح نشوف هلا وين ببدا معي. اذا من هاي النقطه بنرجع هاي نقطتنا بالنسبه للالفا، هي 30 هي 60 هي 90 هي 120. وين صرنا اذا بدينا؟ بدينا من النقطه هاي. هلا كيف ببدا من النقطه هاي؟ ما فيش مشكله، الكرنتس عندي لسه بوزيتيف، الكرنتس لسه بوزيتيف، في واحد منهم ماشي فيه. فراح امشي هلا هي 30 وحتى امشي كمان 30 بدي انزل لهون. نفس الشيء، هي 30 وهي كمان 30 هي 30 كمان 30 كوساين 120 قديش؟ اللي هو جذر 3 على 2 مش هيك؟ او ناقص جذر 3 على 2 مش هيك؟ فالافرج هل الافرج تبع الفولتج هون نيجاتيف؟ واضح انه نيجاتيف مش هيك؟ ما كله اصلا تحت الهاد. ولو كملت هلا 150 لحد 180، 180 اكثر شيء بقدر اعمله، راح يعطيني اظن راح يعطيني راح يصير هدول القطع الصغيره من هون لما اوصل 180 راح يصير يعطيني، لانه هاي راح تمشي 30 وهاي راح تنزل 30 بصير هيك النيجاتيف تبعت 150 وبعدين هون راح يصير عندي 180. فلما بوصل الفا بتساوي 180 راح يصير الاوتبوت فولتج هي اللي هو مين بسكرنا بمين؟ زيرو. لما كانت الفا قديش؟ زيرو. لما كانت الفا زيرو كان فوق، لما صارت الفا 180 صار تحته. هذا اقصى شيء، خلص ما بقدرش ازيد اكثر من هيك 180. صار عندي مرحلتين من زيرو لباي على 2 احنا ريكتيفاير، ومن باي على 2 لباي صرنا انفرتر. احنا ما درسنا الانفرتر لسه، وهي جتنا هيك الانفرتر. احنا الانفرتر رح ندرسها بشكل تفصيلي، بس بهاي الحاله اذا ضل الكرنت ماشي بوزيتيف، لاحظوا الكرنت ضل ماشي بوزيتيف ضمن لي انه ما حدش من هذول يطفي بسبب انه الكرنت نزل لزيرو. السبب انهم بيطفوا نفس الشيء، انه صار واحد منهم مور بوزيتيف ذان ذا اذر. الباور من وين عم تمشي؟ عم ترجع لجوا خلال الفتره هاي لما بكون انفرتر عم ناخذ الدي سي وبحوله لاي سي. بتروح الدي سي برجع لاي سي وبرجع في السبلاي من هون وعم بعمل بريكنج على المحرك. لكن الشرط الاساسي هي ما تنسوا، هي الشرط الاساسي هذا هو اللي خلى كل السيستم هذا يشتغل من هون. هلا هذا مهم بالدرايفز، لما تروحوا على الدرايفز ماده الدرايفز بصير ندرس البريكنج، امتى بعمل بريكنج وامتى بعمل درايفنج. مهم جدا هذا لكل الدي سي موتور كنترول. هذا هون دي سي موتور، لما تروحوا على الماشينز تدرسوا الماشينز راح تشوفوا انه هذا هو الموديل للدي سي ماشين، هذا الاندكتنس تبعها، هذا الريزيستنس تبعها، وهذا الباك اي ام اف اللي موجوده هون. فصار عندي كوساين. هلا بدنا نشتق المعادله تبعت اللي بتعطيني كوساين الفا.